بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزين نتكلم عن السؤال الشهير جدا، ايه الفرق بين السيراميك والبورسلين؟ لو حبينا نتكلم عن نقطة زي ديت، هنلاقي ان العنصر الاساسي في الفرق بين السيراميك والبورسلين هو تركيب او تكوين كل حاجة فيه. الحاجة الأساسية دي لو فهمتها هتفهم بقية الفروقات جت منين. فلو جينا بصينا هنلاقي إن السيراميك هو حاجة مكونة من مادتين ملهمش علاقة ببعض، يعني السيراميك عبارة عن طبقة طين تمام متعالج تحت درجة حرارة عالية جدا وعليه قشرة من السيراميك. القشرة ديت سمكها قليل أوي، يعني كافي ان هي تكسي الطبقة اللي تحتها. البورسلين بقى على الناحية التانية هو مادة واحدة، يعني كتلة من مادة واحدة متجانسة مادة على بعضها، بس الفرق ان السطح بتاعها ممكن يكون بقى ايه مدهون بمواد معينة، متعالج بطريقة معينة، معمول له عملية زي التسجيج ديت اللي هي بقى ممكن يبقى السطح جليزد او انجليزد زي ما بيبقى مكتوب على كراتين البورسلين وكذلك السيراميك. اوكي، بس القصد ان الفرق الاساسي ان دول مادتين متحدين مع بعض ومتسخين ببعض وان دي ماده واحده. تمام، فعلى هذا الاساس تقدر تقال الحاجه الاساس الثانيه برضو اللي في الموضوع ده، ان تركيب السيراميك منه فيه حاجه ليها علاقه بالطين، فده بيؤدي لشويه اختلافات ابرزها مثلا امتصاص الميه. بيخلي السيراميك امتصاص الميه اعلى كتير من البورسلين، البورسلين امتصاص الميه يكاد يكون منعدم. طيب بناء على اللي فهمناه ده برضو، مقاومه الخدش في مين هتبقى احسن؟ اكيد في البورسلين. ليه؟ لان البورسلين منه ماده واحده، فخدش حاجه من نفس الماده اصعب كتير من خدش السيراميك اللي هو في الاخر قشره. يعني السيراميك عباره عن طين معالج وعليه قشره، فخدش القشره تمام غير خدش الماده الاصليه. تمام، كمان ده ياخدنا للفرق بين الاثنين في تحمل الاحمال وعليه اماكن الاستخدام والمقاسات. التلات حاجات دول مرتبطين ببعض. البورسلين بما انه من ماده واحده، ماده قويه متجانسه مرتبطه مع بعضها ارتباط قوي جدا، ده بيخليه تحمل الاحمال اعلى من السيراميك، وده بيخلينا نستخدم البورسلين في الاماكن اللي فيها كثافه اكتر، كثافه حركه اكتر. يعني مثلا ممكن نستخدمه في الصالات، في لو في هول، لو في مدخل، لو في اماكن عليها حركه كتير قوي. السيراميك دايما نستخدمه في اماكن اقل حركه اللي هي مثلا الغرف عموما والحمامات والمطابخ. تمام، برضو البورسلين مقاساته بتبقى اكبر من السيراميك، لان طبعا بما انه ماده كبير ماده متينه، فده بيخليني اقدر اعمل منه مقاسات كبيره، مثلا بلاطات ممكن تبقى 80 في 80 متر في متر، بلاطات كبيره. طبعا ده برضو بيدي شكل جمالي كويس، لان طبعا من ضمن العناصر الجماليه في الارضيات ان الوصلات او اللحامات او العراميس تبقى قليله مش كتير. اضف الى ذلك ان البورسلين برضو بيبقى منه النوع اللي هو مقطوع قطع ليزر، فده بيخلي الاتصال ما بين البلاطات اللحامات تكاد تكون ايه مش موجوده، لدرجه ان احنا بنعمل حاجه اسمها زيرو جوين اللي هي اتصال البلاطات مع بعضها من غير ما يكون في ايه من غير ما يكون في اي فاصل. طبعا الموضوع ده لازم يكون الكرتونه او المصنع قايل لك ان انت ينفع تعمل الموضوع ده مع البلاطات ديت في درجات حرارة كذا كذا كذا، يعني بيبقى له اعتبارات تانية. احنا طبعا ناس كتير بتعمله عمال على بطال، فالبطال دي بترجع تتكسر وبترجع تفصل نتيجة ان مفيش تمدد وانكماش كافي، مفيش مسافة كافية لتمدد الانكماش في البطال. فيعني واجب التنويه في موضوع الزيرو جوينت ده، لان من المشاكل الشائعة جدا في البورسلين موضوع ان يتلزق زيرو جوينت وبعد كده يتفك. طريقة اللزق برضو التكوين والتركيب بتاع الاتنين بيبقى يأثر على طريقة اللزق ازاي؟ طريقة لزق السيراميك بما انه من مادة طينية، ف
بيتلزق كويس جدا مع المونه الاسمنتيه. طيب ممكن نلزق السيراميك بيه تاني، ممكن نلزقه بالمواد الغير جاهز اللي هي مثلا بنديها بعض الشركات زي شركه سافيتو. طيب البورسلين لا، بما انه اصلا امتصاصه للميه قليل وتعامله مع المونه مش هيبقى بالكفاءه بتاعت السيراميك، فبيخليني احط الاختيار الاول له ان هو يتلزق بالغير. تمام، يبقى البورسلين بيتلزق بالغير، ده رقم واحد، ده الاصل وده الاساس. المفروض ان انا بعمل سطح تحته مستوي، بعمل مثلا طبقه لياسه 5 سم، طبقه مونه، مونه رمل واسمنت، وادها وصنفرها واظبطها وعامل فيها كل الحاجات بحيث تبقى طبقه متعالجه ومتشطبه تمام، وبعدين الزق فيها ايه البورسلين. ممكن الاختيار الثاني بقى في، بس ده طبعا لا يفضل خالص ان هو يتلزق بالايه بالمونه الاسمنتيه. لا، وارد جدا طالما لزقت بالمونه الاسمنتيه ان بعد سنه بعد اثنين ان هو يفصل، وبعد عده شهور كمان. فده الفرق ان السيراميك الاختيارين فيه قريبين من بعض، اذا كان غيره واذا كان مونه اسمنتيه، ويفضل المونه الاسمنتيه لانها امن. انما البورسلين غير ماده جاهزه جايه من المصنع، يا دوب بتحط عليها شويه الميه تفردها وتقوم كابس الباط عليها وشكرا. ده الفرق في طريقه الناس. الحاجه اللي بعد كده طبعا السعر، من المعروف ان البورسلين اكيد هيكون اغلى من السيراميك، لان يعني دي حاجه زي حاجه اصليه وحاجه قشره، فيعتبر البورسلين هو الاصل بتاع السيراميك. الصنايعي طبعا زي ما شفنا كده ميكانيزم او طريقه لزق البورسلين بتختلف عن السيراميك، فهنا بتحصل مشكله مع الصنايعي. يعني الصنايعي الاصل في الاصل كان بيلزق بلاط، وبعدين بلاط مثلا مزايكو الانواع العاديه من البلاط، فبعدين طور نفسه شويه وقال لك ملزق سيراميك عشان السيراميك سعره اغلى ومكسبه اكتر. نزل البورسلين او انتشر البورسلين او بقى متاح له ان هو يشتغل شغل البورسلين فبيلزق بنفس الطريقه. فهنا المشكله ان مش كل صنايعي بيلزق سيراميك ينفع يلزق بورسلين. لازم الصنايعي يكون فاهم الفرق بين الحاجات وبين الطرق وبين طريقه اللزق، لان بالظبط كده زي ما بعض الصنايعيه بيشبهوها لزق البورسلين كانها بتلزق ازاز على الارض. انما السيراميك عادي في الاول وفي الاخر، السيراميك بلاط عادي لان في طفره، في طبقه طين. لو بصينا بقى على الصور هنلاقي ان هنا بيقول لك ان السيراميك من مادتين مختلفين، انما هنا البورسلين ماده واحده. هنا عايز يقول لك ان دي ماده فعامل لها تقشير معين، لكن دي ما فيش فيها نفس التقشير. طبعا ممكن يكونوا متقاربين في اللون مفيش مشكله، بس الاصل يعني ان البورسلين ايه هو المادة واحدة، والسيراميك ملزوق عليه القشرة دي من فوق. طبعا بتبقى ملزوقة درجة حرارة عالية جدا ورطوبة قوية جدا، وهو مادة من المواد الممتازة، ده ما يعيبوش في حاجة، احنا بنقول الفرق بين الاتنين. انما هو كاستخدام وكده بيأدي لغرضه زيادة. في نقطة كمان ما قلناهاش مرتبطة بالموضوع ده أو منطقية برضو، إن طبعا البورسلين عمره أكبر من عمر السيراميك بناء على الإيه؟ على موضوع التركيب والتكوين. يبقى أنا ربطت لك كل حاجة، طالما فهمت الفرق بين التركيب والتكوين هتعرف مين أحسن فيهم في كل حاجة، مين أغلى، مين أفضل، مين أصعب في اللزق أو محتاج صنايعي عنده خبرة شوية، كل حاجة مرتبطة ببعضها طالما فهمت الفرق الأساسي. هنا أرضية من أرضيات السيراميك وأرضية من أرضيات البورسلين. هنلاحظ طبعا في البورسلين إن الإيه اللحامات، أنا عندي اختيار إن أنا تقريبا اللحامات ما تبقاش متشافة، بل لأن طبعا القطع قطع ليزر واللحامات بسيطة خالص. دي مقارنة سريعة مميزات البورسلين. طبعا قال لك مادة صناعية، طبقة سميكة، بعض مكوناتها خالية من الرخام والجرانيت. المميزات طبعا مقاوم للحراره والاحمال والخدوش، نفس الكلام اللي قلناه. من عيوبه عدم الامتصاص، طبعا عدم الامتصاص ده ميزه اصلا، ان هو بنضمن ان هو طالما سطح الملزوق بورسلين بشكل كويس مفيش ميه تتسرب للرمل اللي بيتأسفل منه والقصص دي، ويحصل عندها مشاكل مع الجاره والحاجات المعتاده عندنا دي. اسف، بس هي ممكن تكون ميزه بيقول لك في مكان اخر. وطبعا سواء ده البورسلين او السيراميك موجود منه خامات رديئه ونوعيات رديئه،
بتصنع عشان تبقى بسعر اقل، فطبعا ده مش دي الحاجه اللي نقيس عليها. الاصل انك بتتكلم على خامه كويسه بيستخدم في اي مكان طبعا في الاصل، بس ده بما انه بيتحمل احمال كبيره فاحنا بنستخدمه في الاماكن اللي عليها كثافه عاليه في الاستخدام. البعض بيستخدمه في الواجهات الخارجيه رغم ده من الاستخدامات اللي مش شائعه قوي بس موجود. يعني السيراميك بقى عباره عن عجين طين ورمل وفلسبار وبعدين طبقه فوق منها، الطبقتين بيتلزقوا مع بعض تحت درجه حراره وضغط معين، خلاص بقى كانهم ماده واحده، بس في الاخر هما مادتين. عنده بقى قوه لمعان وبريق، طبعا بيفضل في المقاسات الصغيره والمتوسطه، ما بتعملش منه مقاسات كبيره عشان ايه؟ عشان ما تضعفوش. وطبعا من المعلوم برضو بالضروره ان كل ما المقاس كبر كل ما الهالك كبر وكل ما احتاج صنايعي اشطر. الصلابه اضعف طبعا من البورسلين، ومقاومه الخدش مقاومه الخدش برضو البورسلين اعلى منه، ممكن يظهر عليه تغير في الالوان. طبعا الاماكن المفضله له الجدران حمامات المطابخ. ليه بقى في الموضوع ده؟ عشان الخدش فيهم قليل قوي، مفيش حركه مفيش احتكاك، ف هتبقى مقاومه الخدش القليله بتاعته او المتوسطه بتاعته مش مشكله. طبعا السيراميك مثلا بعد مده معينه عمر معين ممكن 15 20 سنه تلاقيه يبتدي ينقر وكده، البورسلين لا بياخد وقت اطول من ده. ويفضل في الاماكن اللي تتعرض للجهد والمشي الاماكن اللي هي الحركه فيها اقل شويه والاحتكاك فيها برضو يكون ايه اقل عمر. بس كده جاوبنا على السؤال اجمالا، ونرجو ان تكونوا استفدتوا بالفيديو. شكرا جزيلا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.